ماما خديني ماكدونالدز اليوم. لا يا علي، امبارح رحنا ماكدونالدز، ما بصير كل يوم ناكل جنك فود. بس زعبالي البي تي اس مي. حبيبي انت هلا رح اعمل لك اطيب بي تي اس مي. حطيت دجاج مفروم مع ملح وبدر ثوم وبصل ومعلقه نشا. علي حبيبي روح جيب لي صودا ووتر رح نحتاجها. ماما حطيت نص كوب طحين، ثلث كوب نشا، معلقه ونص بيكنج باودر، ملح وبابريكا وبدر ثوم وبصل وصودا ووتر، بنحطها وبنحركها بهالطريقه. اول مره اعرف انه بنحط صودا ووتر. هلا بتشوفي علي، واكيد رح احتاج طحين ليتماسك حبات، وبصير اخذ الدجاج. ماما اعملي زي تشيكن ناجتس ماكدونالدز. رح احاول يا علي اعملهم مثلهم، بس كتير صعب. بحطهم اول بالطحين، بعدين بالخليط اللي عملناه، وبنتركهم شوي بالفريزر. اكيد لازم اقليهم بزيت كتير حار بهالطريقه. علي عم بتشم الريحه، حلوه كتير. وبتركهم شوي اكيد ليتحمروا من الجهتين. اخذوا معي تقريبا 10 دقائق وبهيك بكون جاهز. يلا يا علي، تعال قول لي يا علي مثل ماكدونالدز او لا؟ الطعم زي ماكدونالدز بس شكله غير، كتير كريسبي وبشهي. مين اطيب يا علي، اللي انا عملته او ماكدونالدز؟ تبعك.